ديك الساكوشة ديالنا ديال الفاكونس غادي نبقى نهضر الفرنسي. طاح لي الميكرو. هاي 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 شنو هاد الشيء هذا هنايا؟ حنا تزرفنا في التيكيت ميم أطول تيليفيريك كاين في العالم. أقسم بالله العلي العظيم ما كيحترمو شي حاجة. لو فيلاج فرونسيز. وي سي مانيفيك. مكان رائع ديال بصح كيستحق الزيارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد في مغامرة جديدة من مدينة جديدة هنا في الفيتنام اخوتي. المهم هذه المدينة هذه في الحقيقة ما كنتش غادي نبقى فيها وما كنت غندير فيها حتى، لكن المدينة اللي غادي نمشي لها الباص ديالها تقريبا حتى 5:30 ديال العشية، فلهذا قلت اجي علاش لا ما نمشيش نعدل شي فلوك في هذه المدينة هذه، وجبرت واحد الكوان اللي ناضي اخوتي اسمه فرانش فيليج، عامله بحال ديك القريات ديال ديزني لاند تقريبا بحال هكذاك. ملي شفتها قلت اجي علاش لا ما نمشيش ونشاركها معكم، واخا ما يكونش شي فلوك اللي طويل، واخا الصوت ديالي دابا ما كيتسمعش مزيان لحقاش اخوتي طاح لي الميكرو، الريسيفر اللي كيكون عندي منزلنا فوق الكاميرا طاح، ما فطنتش به لحقاش كان غير مديباني ما كانش يركب معوض في البلاصه ديالو. هاد الفيتنام هادي ما جاتش معايا اخوتي من جيت وما كيوقعوا فيها المشاكل، لكن الحمد لله المؤمن مصاب. المهم دابا كنستناو كرابي يجي باش غادي يوصلنا، المسافه بعيده شويه ان شاء الله، غادي تاخذ منا شي 30 دقيقه هكذاك. صافي الاخوان الدراجه الناريه ديالنا جات، السارقه هو ما خلاوهاش يدخل داخل المحطه خرجت لعنده. دابا ان شاء الله متوجهين الى باناهيل كتسمى هاد المنطقه اللي غادي نمشيو لها. السارق ايا يا مول الكارت تبارك الله عليك. غادي ما سالك كمان. غادي نشوف الطريق ديالنا ان شاء الله 30 دقيقه كيف ما كي كلاكسوني. 30 دقيقه نكون وصلنا ان شاء الله، وبالنسبه للصوت غير صبروا معنا شويه ونشريو شي ميكرو واحد يا اخو صافي ان شاء الله، ما عندنا ما نعدلو لحقاش الصوت كيعاون بزاف في الفيديو، كيتسمع الصوت ديالك واضح ماشي هو الصوت ما كيتسمعش. صافي جبرتو كراب يلا نزلني اخوتي في هذا المكان هذا، وكنكتشف بانني باش نطلع لديك القريه الفرنسيه خصني شبار تيليفيريك راهو ما في طالعين. المهم احنا غادي نشوفوا هذا الشيء هذا فين غادي يخرج السلام، ما كناش ضاربين هذا الحساب بحال هكا، لكن ما عندنا ما نديرو، اغلب حاجه كتبان لي هنايا كاين الطابع الصيني لحقاش هذا باين مشروع صيني 100%، وهنايا كاين شرح لك شني كاين الفوق يا هادشي ناضي خصوصا في الشروق كيبان لي. المهم غادي نمشي نشوف واش خصنا شي تيكيت، واش خصنا غير التيكيت ديال التيليفيريك. هاي 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 شني هادشي هذا هنايا، هادشي مزيج بين الطراز الصيني والطراز الاوروبي. هاي هاي هادشي عجيب هنا اخوتي، ما كنا عندي هادشي في الحسبان، هاديك واش المكانة ولا شني عاملة بحال ستايل ديال شي مكانة. مرا مرا اهلان الو هاو يو جود ثانك يو اي فروم فروم تشاينا تشاينا. هادو هما السياح ديال تشاينا كيجيو مع بعضهم مجموعين جروب. بلاتي نخرج منهم اخوتي باش نتخلطش معاهم، انا زعار هما عينهم مجبدين غنتخلطو عاود والو. هادشي هنا عنده معقد اخوتي، لكن الحمد لله كاينه هاد الخريطه هادي اللي شرحنا بانني هنايا ايوا غنطلع من واحد لجوج ثلاثة ايوا الساعك غادي ندور في الاماكن كاملين ان شاء الله. شحال من مكان 45 اوي 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 هادي هي قريه كبيره هاد القريه ديال الفرنسيين. خلينا نمشيو تسكر الله لحقاش كيبان لي بان هادشي هذا غيدي لي الوقت. شوف شحال ديال الناس هادشي بلا جروبات ديال ديك الصينيين اللي دخلوا دابا عاد شويه الدنيا عامره. هالو ثانك يو ثانك يو الحق مهالين في كل شيء. انا كيتصور هنايا مع التماثيل، احنا ما عندنا ما نعدلو التماثيل، هادو ما زعما السكان ديال الفيتنام، كاين اللي كيعمل موسيقى كاين اللي كيخدم في فلاحه، هذا بيدو شني هذا حدد وقيلة صياد ديال السمك. اوكي هاد الحيوان هذا اش من حيوان هذا عمري ما شفتو عندهم هنايا، هذا الوعل او الحصان. هاد المكان هذا الناس اللي كيعجبهم يتصوروا اخوتي
راه كاين بزاف ديال البلايص اللي ضرب فيهم التوار الناضيين ديال بصح. اي والله اماكن رائعه التوار هادو انستغراميه. يعني اذا جيتي لنا هنايا دانانك ولا بد خصك تجي لهذا المكان، هذا معروف ديال بصح هنا، وكتعتبر هذه المدينه هذه من اجمل المدن ديال فيتنام اخوتي. وهاد المباني هادو باقيين محافظين عليهم في الايام ديال الاستعمار، بعض منهم فقط مجددينهم وصافي. صافي اخوتي جبرتونا تزرفنا في التيكيت، ما يمكنش يجينا حتى لهنا ما غاديش نشري التيكيت ديال كيبل كارز، واخا الثمن ديالها غالي ديال بصح هاد الثمن. زلاكي بوكا 9 بي ام. اوكي كتقول لي اخر كيبل كار هو في 9 ديال العشيه، انا لا غاسني نعاود بحالي بكري، غاسني نعاود تقريبا مع ديك ثلاثه هكذاك باش نوصل بحالي للمحطه. الثمن 350 درهم اخوتي. اند ريسيت. اوكي يو ويلكم. ذيس واي باي باي. اوكي ذيس واي. ما عرفناش اذا شنو غنعطي له هذا. وين يو فروم؟ ماي ماذر. ام فروم موروكا. تيكيت؟ نو نيد؟ اوكي. فروم هير يا؟ خلعت هاد الهضره ديالهم اخوتي والله العظيم الا كتخلعني انا. كيقول لي عقلي ندور شنو اللي وقع، هو ما كاين حتى شي حاجه. غير الهضره ديالهم هذاك والسلام. هاي كايبل كار. واحد ياه والله العظيم الا كيخلعوني اخوتي بهاد الهضره ديالك. صافي خليني نطلع بواحد هايداك. اوه ثانكيو على داك الشيء مغالي الثمن، كيخليوك تطلع بواحدك والمانيوز ديالهم ها هما باش يقدر كتسمح لك بالاكل. المهم توكل على الله صافي، نتمنى نوصلوا بخير وعلى خير. عاود تمنى هاد الفلوق غادي يعجبكم، مكان بلا نوايا بلا هي. شنو هادشي هذا؟ سير سيري هاكي كسيري بلادينا هذا خاش. قال لك كاين بعض الالعاب داخلين في هاد التيكيت اللي شريت، وكاين بعض الالعاب تما ما داخلينش اخوتي. وكنعاود نقول لكم اذا كان الصوت ما كيتسمعش مزيان كنعتذر لكم. ما عرفتش يا اخوتي واش كاين زعما بزاف ديال الشركات ديال كيبل كارز ولا هادوما كامل كيتعتبروا شركه واحده. لحقاش ها هما هنايا كاينين واقفين هادو ما عرفتي مالهم، كاين واحدين اخرين رافعين، كاين ثلاثه هنايا كيطلعوا، يعني سته المجموع، ثلاثه طالعين وثلاثه هابطين. واحد المنظر يا سلام، هاد واحد الشله الاول يا سلام والله العظيم زعما خادمين هاد الشي ديال السياحة ديالهم الناس. ودخول نفس السحاب اخوتي باقيين طالعين، والله العظيم الا باقيين طالعين. وجبرتوني الله فتشت على هاد التيليفيريك هادو، كيتعتبر اطول تيليفيريك كاين في العالم هو هذا اخوتي. هذاك الشيء تفاجات حتى انا. وهذه القريه هذه مبنيه على العلو ديال 1480 متر فوق سطح البحر، وكاين البحر اللي مابقى شي كيبان دابا الضبابة، بس كتبان القريه. هادشي هذا يا سلام والله العظيم يا سلام اخوتي، كنظن كيستحق ديك الثمن اللي خلصناه. واخا بقى فيا الحال وبقى فيا الحال. ولكن كيستحق كيستحق تجربه. جينا حتى لهنايا تما وتحنا جربنا هذا المكان هذا، سقسنا شي واحد ادخلنا هذيك البلاصه هذيك سباقناكم بيد الخوا ديالي فهمتي. هذا ان شاء الله غنزلوا هذا التليفيريك ايوا غادي نكتشفوا شنو كيخبعوا لنا. صافي الخوت اخيرا جبرتونا نزلنا من التليفيريك ايوا دابا ماشيين في واحد اللاين اسمه واو لاين. ما عرفتش يا خاوة ديالي هاد الناس هادو ما فاينا القبيلة فاينا حنا ماشيين هايدا نتينا نمشي مليون فاينا هاي 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 قال لك كيحترموا هاد الصينيين اقسم بالله العلي العظيم ما كيحترموا شي حاجة، كيحترموا فقط في الدولة ديالهم. علاش؟ لحقاش الدولة ديالهم
عامله لهم مخالفات. يا سلام، بون ابيتي ميسيو. وصلنا لو فيلاج فرونسيز. وي سي مانيفيك. جات كندار فرونسي بواحد يا خوت، خصني نضرب غير ديك الساكوشه ديال ضرب ديك الساكوشه ديال الناس ديال الفاكونس، غادي نبقى نهضر فرونسي. انتوما هاي 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 هادشي هذا، يا سلام، تحس براسك في هاري بوتر ولا شي حاجه بحال هكا. والله العظيم يا سلام، ما صافي مابقيتش كنحس براسي في فيتنام نهائيا. دابا انا كنحس براسي وسط الغربه. يا سلام، بالحق قضية عامرة ديالها بصح. ما بقيتش عارف راسي مشمن بلاصة اللي غادي نبدا منها، مشمن بلاصة اللي خصني نمشي ليها. لحقاش ما نكذبوش، الأماكن كاملين ناضيين. نبداو من لهنا، غادي نبداو من لهنا. واخا بان لي بأنهم غادي واقيلا واحد النقطة كيجيو منها بالتليفيريك وصافي. لحقاش كاين بزاف ديال النقط يمكن لك تجي منهم. هادي هنا كاين واحد البوابة ديال التليفيريك هنا، وكاين هذا الرولر كوستر. واو، خصنا نعدلو شي تجربه واقيله فيها، ما عرفتي واش غيكون فيها شي ثمن مناسب. نجربوها اذا كان فيها شي ثمن اللي هو غالي اخوتي ما كنظنش غادي نجرب. بالنسبه لهذا المكان هذا، نذكركم بالاسم ديالو، اسمه بانا هيلز. ثمن باش طلع لنا هنا 350 درهم اخوتي. وخصك تعرف بانهم هنا كاين لي ريستو توفرين بكمية كبيرة، فيما بغيتي تاكل تاكل، تقدر تشري التيكيت ديالك يكون داخل فيها حتى الماكلة. وكاين الأماكن اللي تقدر تبات فيهم بحال الفنادق، كاينين هنايا متاحين. كاين ناس كيجيو لنا هنا كيباتوا، بالحق كنظن هادوك عندهم طوموبيلات اللي كيوصلهم حتى الفنادق. وإذا بغيتي تطلع في الكايبل كارز حتى هي ممكن. لحقاش شفت بعض الناس هوادين ومعاهم موالد ديالهم ديال السفر، يعني هادوك كانوا بيتين هنايا في شي فندق وهوادين في حالهم. منظر يا سلام، شوفوا معايا اخوت بوب مارت، هادي مسميه على ديك الالعاب. هادوك راهم هادو واحد الالعاب صينيين مشهورين بزاف اخوتي، كيبيعوا فحال كوليكشن ديال الالعاب، الاثمنه ديالهم غاليين بزاف ومعروفين هنايا حتى في فيتنام، الناس كيشريوهم. فلهذا مسميين هذه القلعه بالاسم ديالو. دابا الخوت حتى انا غادي نخلف ونستمتع هنايا بحالي بحال الناس. الكاميرامان ها هو كيصورني. مع السلامه. في الحقيقه هذا المكان هذا كان خصو الدرون اخوت. هنا بعد الساعات فين كنتوحش الدرون، ملي كنوصل لاماكن بحال هادي كتجبر المطاع عالي بزاف، ولكن ما كاينش شي مكان تطلع ليلو باش تصورو من فوقيه من غير الدرون. فلهذا كنتوحش الدرون. بالنسبه للرولر كوستر اللي قلت لكم هي هادي كيلعبوا فيها، غادي نجربوها ان شاء الله. وقيله الاطلاله فوق السحابه، ما كيبان حتى شي حاجه من غير السحاب. واخا بلا درون غادي نستمتعوا اخوتي غير بالشي اللي عندنا الحمد لله. وعادك سحاب لي هذه، ممنوع تصور بالدرون، ولكن ممنوع تطلع لنا هنايا. ناضي هذه القلعه، هذه هي اللون ديال الاحمر. يا سلام، ما يمكننا نهاودو. شي الدروج هنا بالطو، غادي نعاودو من لهنايا. واحد الحاجه بغيت نشاركها معكم اخوتي، واحد الحاجه بغيت نشاركها معكم اخوتي، هو بزاف ديال الناس مؤخرا كيسقسيوني على الاماكن السياحيه في فيتنام، في الدول، المهم في الدول اللي زرتهم كاملين. ما نكذبش عليكم، ما كيكونش عندي الوقت بزاف باش نجاوب. بعض الساعات كنجاوب، بعض الساعات ما كنقدرش نجاوب. فلهذا فكرت بانني غادي نعدل ان شاء الله واحد الخدمه بحال كونسلتين. بغيتي تحجز معايا واحد نص ساعه، نعدل حتى الثمن اللي يكون ثمن مناسب للجميع، وسقسيني على اللي عجبك، الاماكن نشرح لك فين تمشي فين تجي فين، هذيك الاماكن الرخيصه الاماكن اللي غاليه. المهم كتبوا لي لي كومونتير، قولوا لي واش هذه الفكره هذه ناضيه ولا لا. لحقاش بزاف ديال الناس كيبقاو يسقسيو اذا ما جاوبتيهم شي، انت هنا ما كتسواش، انت هنا ما كدارش، فهمتي. فلهذا غادي نعدلوا واحد الخدمه اللي حتى حنايا ان شاء الله غادي نسمح في الوقت ديالي، نسمح في الخدمه ديالي باش نادي هذه الخدمه هذه.
هاد الكاتدرال ها هي كيكون واقيلا هنا في العشيه عندهم شي موسيقى ولا شي حفل كيقوموا به هنا في العشيه. غادي نقربوا لهن وغادي نقراو لحقاش كيف ما قالت لي السيده اخرى. واحد الممشى رائع هنايا كيف ما قالت لي السيده اخر كيبل كار كيهون من لهنا في 9 ديال الليل، يعني يمكن لك تقدرنا مع راسك تتشبع. شنو هذا سميتو؟ كيكون واحد الشو في 2 ديال النهار، يعني نقدروا نلحقوا على الشو هنايا. ما عرفش يا اخوتي، خلوني نمشي نشوف هذا الممشى اللي شفت هنايا، ممشى رائع. المهم المكان عائلي بامتياز بالنسبه للناس اللي خصهم يجيون هنا مع العائله ديالهم ولا شي حاجه، ولا يجيبوا الاولاد ديالهم. مكان كيستحق تجيب الاولاد يبدلوا فيه الجو حتى انت تستمتع مع راسك. لحقاش مؤخرا على ذكر ديك الكونسلتي اللي قلت لكم، واحد السيد قال لي انا غادي نجي لفيتنام، قول لي الاماكن اللي نزور تما اللي مزيانين، هذا المكان هذا نقدر ننصحك به. يا سلام ممشى، يا سلام اخوتي هنا مكان ناضي اخوتي والله العظيم، ما كنتش كنتوقع هكذا، غير لي المزاج ديالي ان شاء الله. دابا ملي نشبر الباص غادي نمشي مرتاح، واخا الباص غادي يدي لي واقيلا تقريبا شي 12 ديال الساعات باش نوصل لهانوي ان شاء الله. الحقيقه كيعطيو لك الاحساس مكمول هنا، زعما شاعلين هاد الموسيقى ديال الرسوم المتحركه ولا ديال شي فيلم. المهم ما كتحسش براسك بانك باقي كدور في فيتنام، كتحس راسك بانك دخلتي شي مكان واحد اخر، خصوصا ملي كتعلي عينك وكتشوف بحال هاد المباني هادو. والله العظيم احساس مكمول، اللي خدم على هاد البروجي هذا هاي فايف. غادي نشوف هاد الشيء علاش غيتفتح لنا حنا هنا من هنا ولا لا. تفتح يا اخي، عندهم واقيلا شي جسر تقدر تطلع له من ليه. غادي نخرجو من تما وغادي نطلعو في الجسر سيدي، وغادي نستمتعوا العام سيدي. لتحت ما عرفتش شنو عندهم هنايا، واش كيجيو يعدلوا شي اوبرا هنا ولا شنو هذا الشيء هذا. شوفوني دابا عاد المبنى خرجنا لعندو مباشره. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت واحد المنظر رائع، غادي نعاود ولا بد نتصور معه. شد القطط مع الدينوغي بالربع ديك الشيء. يا سلام، وصلنا عند الاصدقاء ديالنا، هما هادوم واحد جوج ثلاثه. واحد شبر الايس كريم، اخرين غير فاتحين دوق من المساكن خصهم يذوقوا مقيله ولا شي حاجه. ناضيين واخا انا بان لي هنا مسكين هز على طهرو كتفهم شحال تمار عاملين له هذا مسكين هنا شوف. هز على طهرو جسر كامل، حتى حنا غادي نطلعوا لبابا على طهرو مالو. هز هز خليه يهزنا على طهرو حتى حنا. وصلت اخوتي دابا واقيلا 12 ديال النهار كيضرب واحد، جينا مع مباشره. شنو هذاك خارج من تما مع هاد القلعة هادي؟ شفتو كيف تفتح، شفتو تفتح ديك النافذة تما؟ ودابا خرج شي حاجة. جينا في الوقت المناسب. إنه التنين. يا سلام، كتفكر ايام الطفوله مع هادشي هذا. والله العظيم في الحقيقه اجمل قلعه اللي عجبتني هي هذيك اخوتي، بينك كالر، اللون ديالها ناضي كتبان. يا سلام اخوتي والله العظيم هذيك اجمل وحده. ولكن دابا غادي ندخلوا الهديه، نصوروا لكم المدخل باش تدخلوا معنا اخوتي. ها انتم كاين جوج الحراس، واحد لليمين واحد كاينين اربعه شمن جوج، واحد لليمين واحد للشمال، تصوروا معاه. لا شال هو هذا،
قايم بالواجب مع المسالة. هاليو ندخلوا لهنا. هنا كاين غير العاب ديال الاطفال الصغارين. السلام. ماشي شي حاجة هادي. It's free game? Yes bro, one way to win. You buy money. Ah, you buy money? Yes. Ah. No money, no honey, yeah? You're welcome. قال لك خصك تشري باش تلعب. عاملين نسخة كبيرة حقيقية وعندهم نسخة مصغرة هنايا. الحق هادوما لمن عاملينهم؟ ماشي للإنسان عاملينهم، للطيور أخوتي. الطيور كيجيو يعيشوا فيهم. الحق حاليا ما كيبان لي حتى شي طوية. رجعت لهاد الساحة هادي اللي بدينا منها، أما غادي نمشي في هاد الاتجاه هذا. نمشي ونكتشف تما إن شاء الله، موراها غادي نرجع نعدل ديك الرول كوستر. غنرجع نعدلها إن شاء الله إلى كتاب. المهم أخوتي جبرتهم هنا في ديك السونتر، عندهم واحد الشو قايمين به. واحد خانة استوردوها من أوروبا هذا كيبان لي. أي 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 كلشي كيصفق له جوا حالو. مسخاط عاودو. خليونا هنا كاين بزاف ديال الموسيقى الكوبي رايت. غادي نمشيو بحالنا من هاد المكان هذا. غادي ندخلو في هاد الشارع هذا. بسم الله. شارع ناضي كيبان اخوتي. هذا شارع ايطالي كيبان لي انا اخوتي، هذا ماشي فرنسي. اوه يا سلام. تستمتعوا ليا مع راسكم في هاد الفلوغ هذا يا والله. دابا خصكم تبقاو تقولوا لي واش كيعجبوكم هاد الانواع ديال الفلوغات، اولا كيعجبوكم غير ديك الاشياء الغريبه، الطوب، الكلاب، الفئران، المهم ديك الشيء ديال الحمق، واش هو اللي كيعجبكم ولا كيعجبوكم الفيديو بحال هذا؟ انا حاليا ما سخيتش يكون معايا شي واحد هيدا كيفهم يصور شي تصاور يخرجوا هنايا ناضيين. لحقاش عندي غير التليفون نقدر نصور به، وما عنديش ستاند ديال التليفون. الكاميرا عندي بالحق التصوير ديالها ماشي شي تصوير رائع. المقاهي هنايا من الطراز العالي كاين بزاف ديال المقاهي هنا، عندهم اطلالات ناضيين. هاي 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 اش هذا؟ اليدين كيدعيو، لمن كيدعيو هذيك؟ كتكون هنا عاود شي حاجه وقيله عاود في العشيه. المهم هذا المكان هذا اللي غادي يجي له اخوتي احسن حاجه هو يجي بكري ويبقى هنا حتى يسالي، ومع ديك 9 ديال الليل ولا 8 ونص عاد كيعاود فحالو. حاجه واحده عمل في بالك، خصك فلوس بالزياده هنا. لحقاش الاثمنه هنايا ماشي هي الاثمنه لتحت، خصوصا اذا كنتي كتاكل غير الحلال. من الاحسن ما تشريش مع عندهم ديك البوفي، لحقاش ما عرفتش شني فيه، ما كيكونش فيه ديك الاكل اللي غتاكلو انت تصدق مخلص وصافي. لكن ما كان الله العظيم الا كيستحق، باقي ما ساليتش وما كان يستحق بانك تجي له، خصوصا اذا عندك الاولاد صغارين، العائله، الاصدقاء مع بعضكم بغيتوا تجيو تبدلوا الجو هنايا. ما كان ناض ومن الاشياء اللي كنستنتج هنايا هما الناس شحال هادي كانوا فنانة على الناس ديال دابا اخوتي. لحقاش مني كتشوف هاد الديزاين، هاد المعمار هذا مقارنة مع المعمار اللي عندنا حاليا في العالم كامل، كتجبر الناس ديال شحال هادي كانوا كيبتكروا، كانوا المعمار كيتفننوا فيه. دابا فحال دابا هاد المبنى هذا، اي واحد غيشوف هاد المبنى هذا غادي يعجبه. لكن حاليا اذا مشيتي لاي دولة غتجبر المعمار الجديد هي الدار مربع صافي، ما فيها لا ديزاين لا حتى شي حاجه. قليل في كتجبر شي عشاق عنده شي فيلا عامل لها شي ديزاين اللي واعر، شي معمار هربان، فهمتي؟ الاغلبيه كتجبر الدار مربعه بباب ديالها شراجم الشبابك ديال الحديد صافي. صافي هذا هو الديزاين اللي رجع طاغي على العالم كامل، ماشي زعما غير حنا عندنا في المغرب ولا فايما مشيتي كتجبر هذا الديزاين هو اللي كاين. هنا عندهم بعض السيارات، السيارات القديمة. عندهم هنا الدو، شوفوا هادي هادي فكرتني في الايامات، في الايامات كانت عندنا واحدة مع الدار الدو، شوفوا والله العظيم هادو مشدودة قديمة هادي الحق مكرفصة مطلين شي فيها. عاملين هنايا ديكور السلام. هاي 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 كاين اللي لقيت صور ليا العام سيدي مع راسك. هذه ما عرفتش من سيارة، هذه ما عرفتهاش انا اخوتي.
اللي عارفه يكتب لنا في كومونتير. هنايا بان لي المكان ديال الالعاب ديال الاطفال الصغارين. هادي هي الجنه ديال الاطفال الصغارين، غتجيبهم غيستمتعوا هنايا مع راسهم، غيلعبوا غادي يربحوا النونوس. هلا كاين هذا المكان هذا، عادك غادي نهاودوا له. جيت نطلع عليه من هذه البلاصه هذه. حتى الناس كبارين كيلعبوا تما، ماشي غير هي صغاري. ها حنا وصلنا للقريه ديال الاطفال دابا، في القريه الفرنسيه كاين فيها القريه ديال الاطفال. هادي غير الالعاب هنا ديال الاطفال الصغارين. عندكم العام سيدي هنا الريستورانت والناس كتستنى. انا الالعاب هادو مبانو لي كبارين، شارفين هادو هما. المهم الاصدقاء جبرتوني جربت هاد اللعبه هادي، ما خلونيش ندخل معايا الكاميرا نصور بها، ماشي ما خلونيش ندخل معايا الكاميرا، نركب تما ممنوع الكاميرا لحقاش تقدر تطير لك من يدك. والحق هو هذا بصح، ملي ركبت تما السرعه فارطه. جود باي. بالحق تسكرنا الطفوله فيها، يا سلام والله امتى تستحق تجربه. وفول فريا ما كتخلص فيها حتى شي حاجه، ديك الرولر كوستر هذيك هي اللي كتخلص فيها شي 70,000 تقريبا، شي 25 درهم ديالنا مغربيه وقيله هكذاك. مكان اقل ما يمكن نقول عليه، يا سلام. انا واحد الرسام، شني راسم هنايا عنده مستر بين ليو ميسي دي يونغ. اذا بغيتي كيرسمك بشحال 10 دقائق 200 بي ان دي. هو الرسام خدام هنا، ما عندي ما نسال جوج كاين ديال الرسام هنا. سير سير تشوف هادشي اللي كيقوم به. شو هذاك؟ هي هما جود جود فيري جود، جابو ملاصقين. عندي ما نسالو معلمه. خصك تعرف حاجه واحده، هو اذا كنتي غادي تضرب شي تاور هنايا فغتستنى واحد المده اللي طويله باش تجبر شي بليصه اللي معوطه تضرب فيها التصويره. لحقاش الناس بالعرام اخويا بالعرام. هذا هنا شنو كاين؟ مقهى هذا وقيله من داخل. خاصني ندخلو نشوفو شنو كاين. هذا لالا العروسه هنا. هلا وات از هير. هذا هنا صوروني شني هنا ما نعرف. حنا عاود مبليين فينا البلوه كنجيو نطلو. شنو كيصنعو فيهم هادو؟ ماشي ايس كريم. هادو ما ديال الكحول. صافي 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 صافي. هادو الناس اللي كتشرب صافي، حنا ما كنشربو ما كنعدو حتى شي حاجه والله يعفو على الجميع. واحد المنظر يا سلام اخوتي، فاش كتنزل الضبابة هنايا شوفوا معايا والله العظيم منظر رائع. بير بلازا، مكان خاص غير الناس اللي كيشربوا بحال اللي قلنا له قبيل. هذا هنا كاين فندق، هذا فندق كافيه. شوفوا التخيلة هذه. المهم اللي غايجينا هنا غيستمتع، غيستمتع بكل لحظة كيدوز هنايا، وفي اي مكان دخلتي فيه غادي تستمتع مع راسك. الطبيعه الفلاورز. واخيرا عاود رجعنا بحالنا للسونتر. هو اخوتي السونتر عامر. جبرتوني رجعت باش نجرب ديك الرولر كوستر. بالحق شوف شحال ديال الناس كيستناو تما، هادو باقي ما شراوش التيكت. هادو هنا الناس اللي شرا التيكت، وانا ما بقاليش الوقت بزاف اخوتي، فلهذا نخليوها فشي دوله واحده اخرى ولا فشي مدينه واحده اخرى. غادي نطلع نزيد ندور واحد شويه. بقيت كندور عاود ترجعت حالي للسانتر. السانتر دائما عامر، يا سلام مكان رائع ديال بصح كيستحق الزيارة. أي واحد تفرج في هاد البلوك هذا كنقول له أجي زور هاد المكان هذا، راه غادي يعجبك ديال بصح. مكان ناضي كيستحق أي درهم خلصت عليه. كاين بزاف ديال الأكتيفيتيز تقدر تعدلهم هنايا باطل، كاين بعض الأكتيفيتيز اللي خصك تعدلهم بالفلوس ماشي باطل، لكن ماشي الثمن ديالهم غالي بزاف. حاجة واحدة غير الأكل هو اللي الثمن ديالو غالي. الحق ماشي شي غلا بحال اللي كتبقاو تخيلوا في الراس ديالكم. المهم يدوز اذا كان شخص ولا جوج ديال الاشخاص كيدوز، لكن
اذا كانوا بزاف ديال الناس غادي يجيكم الثمن غالي ديال بصح. المهم كنظن واقيلا ما غاديش نزيد نطول عليكم، نتمنى البلوك كلنا الاعجاب ديالكم. عاد ما جيش كون هذا الطائر هذا هالو، نتمنى البلوك كلنا الاعجاب ديالكم. قاوموا لي لايك، قاوموا لي كومونتير، قولوا لي واش كيعجبوكم هاد الانواع ديال الفلوغات اللي كنعدل لكم دابا، خليهم لي في الكومونتير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.